عشان العلم وصولا، عشان الفهم بسهولة. فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعات إذاعة ألف ألف أف أم في برنامج كبسولة. هذا البرنامج وسلط الضوء فيه على مواضيع علمية مختلفة. اليوم بتكلم معاكم عن موضوع مختلف تماما. موضوع السمنة إذا فتحناه دائما يرتبط بالأكل، بالرياضة، بأسلوب الحياة. أيضا موضوع الجينات دخل مجددا، لكن اليوم سأسلط على الضوء على هذا الموضوع من زاوية مختلفة. معي في هذه اللحظات الدكتور عبد الرحيم سجيني، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج ومتخصص في الجينات الفوق وراثية. فحياك الله يا دكتور عبد الرحيم. حياك الله. الله يحييك دكتور شكرا. شكرا على كريم القبول الدعوة. نريد أن نسلط الضوء على موضوع السمنة من زاوية مختلفة من المجال الذي أنت متخصص فيه، فتفضل يا دكتور. أول شيء جزاك الله خير دكتور فيصل على الدعوة، وأحاول أن أكون بشكل عام مختصر في الموضوع. لكن بشكل عام يعني السمنة يعني هو من الأمراض اللي لها علاقة بالوراثة تلعب دور، وكذلك العوامل البيئية وعوامل كثيرة. فنحن لما نظرنا للسمنة من الناحية الوراثية أو للجينات اللي تسبب السمنة، يعني وجدنا أنه في جين اسمه FTO اللي هو الفات Obesity Associated Gene، يعني اسمه الجين المتعلق بالسمنة. فهذا الجين أو هذا البروتين وجدناه نحن في المجتمع السعودي والمجتمع الخليجي بشكل عام له علاقة وطيدة بالسمنة. ففي مثلا طفرات معينة عندما تحصل في هذا الجين يزيد نسبة السمنة عند المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام. فحنا لما نظرنا إلى هذا الجين وظيفته في الخلايا وظيفته في الجينات، لقينا أنه هو من البروتينات أو جينات اللي هي تلعب دور أنها تغير الجينات، يعني تغير فوق الجينات، يعني هي مش تأثر في الشفة الوراثية، لا هي تغير تحاول تغير المادة الوراثية بطريقة أن هي تعدل عليها كيميائيا خارجيا. يعني هي ما تعدل على الشفة الوراثية DNA، لكن هي تعدل على مادة اسمها RNA. هذه نحن نسميها Post Transcription Modification، يعني التغيرات اللي تحصل على RNA بشكل عام. فحنا شو سوينا؟ أخذنا الخلايا الجذعية حقت المجتمع الخليجي، وحاولنا نحن نعيد برمجتها. موضوع أنت تكلم فيه سابقا صحيح، اللي هي الـ IPS. صحيح، تكلمنا عن موضوع الـ IPS في حلقة سابقة. بس نحن أخذناها من الناس من الخليجيين اللي عندهم الطفرة الوراثية في FTO اللي تجعلهم عندهم قابلية للسمنة. جميل. فنحن جالسين ندرس الجينات هذه الخاصة في الخليج، خاصة بالسعوديين، خاصة بأهل الخليج. فلقيناها إنها هي تغير الترانسكريبت يعني RNA حقت الخلايا السمنة خصوصا. وإيش تسوي؟ تخلي خلايا السمنة اللي هي إحنا نسميها خلايا دهنية، ما يكون فيها أي خلايا دهنية، نعم، ما تكون فيها ميتوكوندريا كثيرة، فما تستهلك طاقة. لذلك هذول الناس يكون عندهم عرضة أكبر للسمنة، حتى وهو جالس ويأكل نفس الأكل الإنسان الطبيعي اللي ما عنده طفرات، لأنه الميتوكوندريا اللي في الأديبوسايت الخلايا الدهنية هذه تكون أقل بكثير يعني. فهذا اللي لقيناها، وهذا رابط قوي بين التغيرات فوق الجينات. جميل. يعني الآن نحن يعني ممكن نعطي بشائر للمصابين بالسمنة أنه ليست التهمة الوحيدة للسمنة هي الإفراط في الأكل أو قلة الرياضة، إنما هناك عوامل وراثية، والآن الذي أنت تتكلم عن عوامل فوق وراثية. طب إذا أردنا أن نختم الحلقة، كيف ممكن أن نستفيد من هذه العلوم الجديدة، الجينات الفوق وراثية، في القضاء أو يعني في التحكم بموضوع السمنة في عجالة؟
اي صحيح، هذا سؤال جيد اي دكتور فيصل، وانا يعني اختم الكلام بانه كون هذه الاشياء تحصل فوق الجينات معناته التأثير عليها بمثلا مواد خارجية سواء أدوية أو يعني كيميكال، يعني أشياء جزيئات تكون بسيطة، لأنه ما نبغى نغير نحن الجينات، نبغى نغير مؤثرات فوق الجينات. صحيح يعني كلامك إنه مش السمنة سببها الأكل وفرط الأكل أو الكسل، ولكن إن شاء الله يعني قريب نكون هذه المواد موجودة ونقدر نساعد الناس بشكل طيب، أكبر الله إن شاء يعطيك الله. الصحة والعافية دكتور عبد الرحيم على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح. الله يجزاك خير، بالعكس شرفت وشكرا على كان الدعوة. معنا في هذه اللحظات الدكتور عبد الرحيم سجيني، وهو باحث متخصص في الجينات الفوق وراثية وحاصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.